ابدا، انا لو مكانه لا يمكن ابصلك. المهم دلوقتي لازم ادور على اوضه مفروشه عشان اسكن فيها. بس الاوضه المفروشه هتكلفك على الاقل 30 40 جنيه في الشهر. زي بعض، انا معايا 50 جنيه. 50 جنيه سرقتهم منين؟ سرقتهم ده ايه؟ دي فلوسي، كان بينهبهم مني جوز امي وانا كسرت الدرج واخدتهم. يبقى زمانه بيدور عليك في كل حته، وبكره هتطب عليك في الشغل. انا اخدت اجازه من الشغل ومش رايحه الشغل، هدور على شغل تاني. يعني انت مش ناوي ترجعي البيت ابدا؟ لا، كفايه العذاب اللي انا شفته من يوم ما مات المرحوم ابويا. بس انت هتتبهدلي بالشكل ده. بنت فردانيه زيك لما تنزل في القندة ولا بنسيون ولا شقه، كل العيون هتبصلها، ما تضمنيش ايه اللي هيحصل. هيحصل ايه يعني؟ انا اعرف احافظ على نفسي كويس. وليه تعرضي نفسك لمشاكل؟ ما تنزلي عند حد من قرايبك. هيتوسطوا بيني وبين جوزهم ويرجعوني، وانا ما احبش اتقل على حد. طب ما تنزلي عند واحده صاحبتك او زميلتك في الشغل. ممكن توصلني الدقي؟ ما تخافش، هدفع لك ثمن التوصيل. هاخد منك 40 قرش. ايه؟ عشان العداد بايظ. أنا عارفة جوزك موافقش. أنا آسفة يا عز. لا ولا يهمك، ما كنتش اتجوزتي مدحت وخلصتي. مدحت مش بتاع جواز. هو أنا إيه؟ أطلع من نقرة أقع في ضحضرة؟ أنا خلاص الفقر زهق مني. هتعملي إيه دلوقتي وهتروحي فين يا عز؟ تتدبر. أنا آسفة يا عز، مش بإيدي. ولا يهمك، تتدبر. عزة، مش معقول. ممكن نبقى صحاب بجد؟ الله، امال احنا ايه؟ انا عايزه انزل عندك يومين لحد ما. بس كده؟ قوي 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 قوي، ده انت تأمري، اتفضلي. ومالك وافقت كده ليه على طول؟ وانا وافقت. مش بتقول اتفضلي؟ انا قصدي يعني اتفضلي نتفاهم جوه يعني. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا، اتفضلي اتفضلي. ايه رايك في الشقه؟ محندقه. بسمتك مش محندقه. هي دي شقه دي؟ ده انت عايش في زريبه. الله، ماشي يا عم، ماشي، مقبوله منك برضه. انا مش فاهمه انت مستحمل الوسخه والبهدله دي ازاي؟ ما هو همتك بقى معانا تنضفها لنا بقى. نعم؟ انت فاكرني شغاله؟ لا يا فندم، العفو. انا لولا بس خايفه ان جوز امي يدور عليا في لوكانداتش، انا ما كنتش جيت لك خالص. اسمع. نعم. انا هنزل عندك بفلوس. انت مأجر الشقة دي بكام؟ يا ست انا مش عايز حاجة، كفاية رضاكي. ما انا هدفع لك عشان تبعد عن رضايا. خلاص، كفاية رضايا انا عليكي، وعلشان اثبت لك حسن نيتي انا هتنزلك على اوضة النوم بتاعتي. ايه رايك بقى؟ امال هتنام فين؟ انا شخصيا هنام هنا في الصالون، هتنام دي. لا لا لا، انا هنام هنا وانت نام براحتك في اوضتك. يا ستي انا اللي هنام هنا خلاص. قلت لك حبات هنا يعني حبات هنا. يا ستي خلاص، وقت النوم نبقى نتفاهم.
انت تعشيتي؟ لا. طيب ايه رايك في السمك المشوي؟ الله اموت فيه. مش كده؟ اه انا كمان بموت في السمك المشوي. مش معقول. شوفي لما 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 اتنين يتجمعوا في المشوي بقى. انا جايب ربع كيلو فضه خيرك كده. انا هنزل اجيب ربع كمان على الشغل. طب امسح ست. خلاص. لا 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 بعدين لا 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 مش قوي كده يعني. قوي يعني بعدين يبقى نتحاسب. اقفلي الشباك، ما احبش حد يبص عليا. طب خش المطبخ لحد ما اخلص. انا عمري ما اكلت زي النهارده. على فكره انت فتحت نفسي. مالك؟ مش غلط برضو اني قاعده معاك هنا؟ غلط في ايه لا سمح الله؟ انا ضايقتك في حاجه؟ انا مش عارفه استريحت لك ليه؟ زي ما تكون اخويا بالظبط. ما بلاش الكلام اللي يحيى الضمير ده. وانت عايز ضميرك يموت ليه؟ لا هو مش يموت قوي، هو زي ما تقول يعني ياخد تعسيله يغمى عليه شويه. لا انا ماشي. راح فين؟ لا مصل انت كلامك كده ما يطمنش. انا هروح ابات في اوتيل. خلاص يا ستي خلاص، حقك علي ليك علي، اخلي لك ضمير الصحي طول الليل، واذا نام حدلوا عليه جرد الميه فوقه. على فكرة انت دمك خفيف. يا عم تستشكر. يا عم تشكر يا عم. وانا خايفة اقعد معاك اكتر من كده، احبك. على طب وماله؟ ماله؟ ماله ازاي؟ دي كانت تبقى مصيبة. مصيبة ليه؟ ما انا لو حبيتك هتجوزك، ولو اتجوزتك هيكتب عليا الفقر طول عمري. حد جاب سيرة الجواز؟ يا ست تحبيني من غير ما تتجوزيني. اللهم طولك يا روح. انا قايمة اعمل لك شاي. النهاردة ابيض باين ولا ايه؟ ها عايز حاجة تانية؟ كنا وشربنا مش كده؟ فاضل بقى نلعب. نلعب ايه؟ هنلعب ايه؟ هنلعب كوتشينة طبعا. لا ده انا اغلب. لا بس انت مش قدي بقى. لا حريفة يعني؟ طبعا. شوف انا هقول لك على حالي. احنا نلعب مع بعض، لو انت غلبتيني اديك بوسة. استني بس. طيب لو انا غلبتك تديني بوستين. لا مش لعب. طب هقول لك على حاجه، ورقه وقلم اهي، احنا نقيدهم هنا، يعني انت ليكي بوسه انا ليا بوستين، واخده بالك؟ على الورق بس عشان اللعب يحل. طب فر. ايه فورا. غلبتك. ايه انت هتحمرق؟ انا ورق اكتر منك، عد بقى، انا اللي غلبك الدور ده. ماشي زي بعض. وادي بوسه، يبقى انت دلوقتي ليكي 5 بوسات وانا ليا 18 بوسه.
ما تيجي نخلص ديوننا مع بعض ونخلص. تصبح على خير. ايه؟ هننام.